بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الفيديو اللي فات، تكلمنا عن الاختلاس وقلنا انه الاختلاس في السرقة هي رغبة المتهم في انه يضيف المال المنقول، لان السرقة لا تقع على اموال عقارية ولا اموال ثابتة، انما هي على منقولات. وقلنا ان الاختلاس هو رغبته في الاستيلاء على الشيء ده واضافته لملكه الخاص، وعرفنا الفرق بين الاختلاس ما في السرقة والاختلاس في خيانة الأمانة وفي النصب، وهنعرفهم أكتر لما نيجي إن شاء الله في نتكلم في جرائم خيانة الأمانة والنصب. وتكلمنا برضو عن القصد الخاص اللي هو موجود في جريمة السرقة، يعني تكلمنا عنه اللي هو نية التملك. واتكلمنا عن الركن الثاني، لان احنا قلنا السرقة، جريمة السرقة ليها ثلاث اركان، الاختلاس ركن، ان يكون محل الجريمة او الفعل المال منقول مملوك للغير، والقصد الجنائي العام علاوة او اضافة الى القصد الخاص. اتكلمنا عن الاختلاس كله، ويعني الحمد لله يعني تناولنا جميعه من أوله لآخره، وتناولنا القصد الجنائي الخاص. أما الركن الثاني وهو أن يكون محل الفعل مالا منقولا مملوكا للغير، فإحنا اتكلمنا عن المال ده هو، وتكلمنا عن انه في بعض الصور كده بتبقى ليها خصوصيتها زي المال المباح، يعني المباح اللي هو لا يعرف له صاحب يعني. وضربنا مثل زي قلنا السمك في المية، او واحد راح يعني بعض الاماكن في البحار وفي المحيطات وبتاع، بيبقى فيها اللآلئ دي اللي بتبقى يعني، ودي بيبقى ليها قيمة تمن عالي يعني. وقلنا انه دي اموال مباحة ومحدش يقدر يدعي ملكيتها. وقلنا انه في اموال اخرى برضو هي يعني ممكن تكون مملوكة للغير، ولكن يعني الصورة اللي هي موجودة عليها ما تخليش الاختلاس يكون فعل السرقة، زي المال المتروك. والمال المتروك يعني أول ما نقول كلمة مال متروك بيجي في بال الواحد على طول إيه؟ يعني واحد مثلا عنده حاجة في لبسه داجت عليه، اتقطعت، جات عليها بقع وما ينفعش تطلع أو كده، أو جهاز معين والجهاز ده غير قابل للإصلاح، فيعني رمى جه واحد أخذه، فلما أخذه هل ده حرامي؟ لا مش حرامي، لأنه ده مال هو له صح، مش مال مباح زي الصورة الأولانية، لا ده مال متروك يعني ليه صح. ولكن صاحب هذا المال يعني خلاص مش عايزه، ومش عايزه ليه؟ لأنه فقد قيمته. بس ممكن نلاحظ هنا أنه هو المال اللي هو المتروك ممكن فقد قيمته بالنسبة للي تركه، لكن ممكن يظل ليه قيمة مادية بالنسبة للآخرين. يعني مثلا أقول لك على حاجة، حضرتك لما ترمي تجيب جزازة حي سجعة، جزازة سبرايت أو كولا،
حضرتك بعد ما بتفضل الجزازة بترميها. ليه بترميها؟ يعني هي خلاص ده مال هو كان مملوك ليك، ولكن انت تركته. تركته ليه؟ لانه لم يعد ذا قيمة بالنسبة لك، لكن بالنسبة لغيرك ممكن يكون ليه قيمة، لانه في ناس بتعيد تصنيع المواد البلاستيكية من تاني. فبالتالي جزازة السبرايت دي اللي حضرتك رميتها دي ليها قيمة، هي ملهاش قيمة عند سيادتك لكن ليها قيمة عند غيرك. وبالتالي مش كل حالات المال المطروق إن هو بالتالي مال ليس له قيمة، لا، هو ممكن يكون ليه قيمة ولكن ليس له قيمة عند من تركه، ولكن له قيمة عند شخص آخر هيستغله في إعادة تصنيعه أو كده، زي البلاستيك والكرتون والكلام اللي زي ده. تمام، يبقى كده احنا ايه اتكلمنا، استوفينا الركنين الأول والثاني الاختلاس، والركن الثاني اللي هو أن يكون مال منقول. هنخش على الركن الثالث في السرقة اللي هو القصد الجنائي العام. الجريمة السرقة دي جريمة عمدية، جريمة عمدية يعني لابد أن تتم عن عمد. احنا قلنا اتكلمنا عن القصد الجنائي الخاص، وقلنا ان هو بنية او هي نية اضافة المتهم، نيته تنصرف الى اضافة المال المسروق الى ملكه، الى ملكه الخاص. وبالتالي لو كان المتهم سرق او اخذ الحاجة دي، المنقولات دي، علشان يتفرج عليها ويرجعها، او عشان يستخدمها استخدام لفترة وجيزة دقائق او شيء من هذا ويرجعها تاني، يعني دي لا تمثل الا لانه السرقة لابد انه يبقى نيته بتنصرف الى إضافة هذا المال المنقول، سواء كان فلوس أو منقولات عادية، إضافته إلى ملكه، إضافته إلى ملكه يعني ما يرجعوش تاني. ده القصد الجنائي الخاص. ولكن القصد الجنائي العام هقرأ من الكتاب كالعادة وهوضح مفهوم. يقول لك القصد الجنائي: السرقة جريمة عمدية، فهي تتطلب ابتداء توافر القصد العام، أي إرادة تحقيق وقائع جريمة مع العلم بأركانها المختلفة كما يتطلبها القانون. ولا سرقة كذلك إذا كان الجاني يعتقد أنه يأخذ مالا مباحا أو متروكا، الصور اللي احنا اتكلمنا عليها، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب جدية مقبولة. يعني زي ما قلت كده ان هو حضرتك النيابة، هي لما قلت في الفيديو اللي فات النيابة عليها عيب الإثبات، لأنه ممكن يبقى القصد الجنائي ده باعتبارها جريمة عمدية قائمة على العلم والإرادة، ممكن يبقى من دفوع المتهم، وهي دفع جوهري انه هو المتهم لم يسرق هذا المال الا لانه انتفى لديه القصد الجنائي واعتقد انه مال مباح او مال متروك. لانه زي ما قلنا من شوية، المال المباح والمال المتروك دول ما هماش ينطبق عليهم يعني فعل السرقة، ما ينطبقش عليهم. وبالتالي إذا دفع المتهم بهذا الدفاع أمام النيابة أو أمام محكمة، فيبقى النيابة عليها عبء الإثبات. وإذا دفعوا أمام المحكمة فلابد أن المحكمة ترد على هذا الدفع ردا كافيا وسائغا، كافيا وسائغا، لأنه هذا دفع جوهري، لأنه بيهدم الركن الثالث من أركان جريمة السرقة اللي هو القصد الجنائي. في
حاجة هنا في القصر الجنائي عايزين نتكلم عليها، اللي هي إيه؟ المال اللي هو ليس له صاحب. احنا قلنا في مال مباح زي اسماك واخد بالك، وقلنا انه في مال متروك، في مال متروك يعني له صاحب بس سابه. لكن في نوع من الأموال اللي هي إيه، يعني نقدر نقول عليها إن هي لا هي مال مباح ولا هي مال متروك، هي مال له صاحب ولكن هذا الصاحب لا يمكن الوصول لا له ولا لورثته. يعني زي مثلا بعض الناس تقول لك ان الاثار مال ملوش صاحب، ولكن طبعا طبقا للقانون لا، ده مال مملوك للدولة، مال مملوك مملوك للدولة. لكن انا عايز اقول ايه، يعني افترض واحد ماشي كده وبعدين لقي مبلغ من المال يعني واقع في الأرض، يتصرف فيه ازاي؟ طبعا التصرف انه هو بيودي قسم الشرطة وبيعمل محضر بيه. تمام، ده مال يعني لا هو متروك ولا مباح، ولكن ده مال يعني له خصوصيته، هو له صاحب ولكن صاحبه غير معروف. يعني انا حضرتك ماشي في الشارع كده وبصيت لقيت ايه، في محفظة واجعة وفيها فلوس كتيرة، يبقى دي هل تنطبق عليها ان هي مال مباح؟ لا مش مال مباح. هل ينطبق عليها انها مال متروك؟ لا مش مال متروك، دي مال لها صاحب، دي صاحب وصاحب صاحبها عايزها ما تركهاش ولا حاجه، لكن هي وجعت منه. فده برضو يعني صحيح، لو اللي اخدها حطها اخدها وبتاع، ده ما يعتبرش يعني حرامي، ولكن الصح قانونا انه يروح يسلمها لقسم الشرطه ويعمل محضر بكده. تمام، برضو بالنسبه في الكنوز، الكنوز يعني واحد بيحفر اساس بيته، بيبني بيته بتاعه، فلقي كنز آثار فرعونية ولا حاجة زي كده. صحيح دي الآثار الفرعونية دي لا هي من الأموال المباحة ولا هي من الأموال المتروكة، هي يعني لها مال يعني ما نعرفش، مثلا رمسيس ولا أحمس ولا تحتمس ملوش ذرية نعرفها يعني عشان تمام، لكن طبقا للقانون، هو طبقا للقواعد الملكية في القانون المدني، ده مال غير معروف صاحب ليه، يعني ما حدش يعرفه، فبالتالي ده تسري عليه أحكام الكنز. ولكن الآثار دي لها تنظيم قانوني معين، وبالتالي لابد انه اللي بيلقى اثار لابد انه يتخذ الاجراءات القانونيه، لان دي صحيح احنا ما نعرفش ذريه احمس ولا تحتمس ولا رمسيس عشان نقول لهم خدوا فلوس جدكم الكبير، ويعني مش هينفع، مين يعرفهم؟ ما حدش يعرفهم، دي حاجات من الاف السنين.
لكن الدولة طبقا للقانون هي مالكة هذا الشيء، وبالتالي النوع ده من الأموال له، لا هو من الأموال المباحة ولا هو من الأموال المتروكة، إنما هذا نوع خاص جدا من الأموال مملوك للدولة. برضو أنا ضربت مثل بأنك لو أنت ماشي ولقيت محفظة مليانة فلوس وكده، يعني الصح إن أنت حضرتك الأخلاق والأمانة والدين بيفرضوا على حضرتك إن أنت إيه، يعني أنت متعرفش يعني الفلوس دي إيه وضعها، يمكن يعني اللي هو صاحب الفلوس دي يمكن كان رايح يعمل بيها عملية، وإن ما عملهاش هيموت. فلازم حضرتك يعني إيه، يعني الأخلاق والأمانة، يعني دي هنتحاسب النهاردة دنيا وبكرة آخرة. فيبقى لقيت حاجة زي كده توديها قسم الشرطة وتعمل المحضر اللازم، ويبقى أنت كده أبرأت ذمتك أمام الله. لما نيجي قدام ربنا يوم القيامة ربنا يسألك يقول لك أنت إيه عملت، تقول له والله أنا في جهات رسمية وفي بتاع، الجهات دي المفروض إنها بتطبق القانون وإنها كده، فأنا رحت اديتهم الفلوس عملت المحضر وأبرأت ذمتي. مش مطلوب منك إن أنت تتحول إلى ضابط مباحث وتدور على مين صاحب الفلوس أو صاحب المحفظة، اللهم إلا إذا لقيت بطاقة جوه المحفظة والبطاقة دي فيها رقم، فيها يعني عنوان أو حاجة زي كده، من الممكن إن أنت يعني زيادة في المروءة وزيادة في الأخلاق والقيم الدينية والمبادئ الدينية ممكن تروح العنوان وتديها لصاحبه، ده لو أنت حابب يعني. يبقى كده احنا غطينا الاختلاس وغطينا الأركان الثلاثة، الاختلاس وكون المال الواقع عليه الجريمة مال منقول، والقصد الجنائي والقصد الجنائي الخاص. طيب هنخش دلوقتي على حاجة معينة في السرقة اللي هي الظروف المشددة للسرقة. الظروف المشددة، السرقة نوعين، في منها جنح وفي منها جنايات. والظروف المشددة هنشوف ايه وضعها. بيقول لك الظروف المشددة للسرقة نوعان رئيسيان، نوع يشدد العقوبة، نلاحظ يشدد العقوبة مش يشدد القيد، يعني ما يشددش الوصف، يعني يشدد العقوبة. يبقى بيقول لك الظروف المشددة للسرقة نوعان رئيسيان، نوع يشدد العقوبة في نطاق وصف الجنح، ونوع آخر يغير وصف الجنح إلى جناية. يبقى عايزين نفرق بين أمرين، ظروف مشددة، الظروف المشددة دي إذا اتوجدت ما بتغيرش وصف الجنحة وتخليها جناية، ولكنها بتبقى زي ما هي جنحة سرقة، ولكن بتشدد العقوبة، بتشدد العقوبة. وفي ظروف مشددة أخرى إذا وجدت بتخلي الوصف نفسه يتغير من جنحة إلى جناية زي ما نشوف دلوقتي. طيب ايه بقى الظروف اللي هي بتشدد العقوبة في الجنح؟ احنا هنتناول في الاول الظروف اللي بتشدد العقوبة في الجنح دون ان تغير وصفها من جنح الى جناية. اول ظرف، السرقة في مكان مسكون او معد للسكنة او محل عبادة، واضحة جدا ومش محتاجة يعني ان احنا ندخل فيه جدل فقهي، او الفقيه جاء فلان قال او يعني المسألة بسيطة. انا دايما بحب يعني اميل الكتب، يعني انا دايما يمكن حضراتكم
لو فرجتكم على كتاب من الكتب انا عامل فيه كده اهو، شايفين؟ يعني عامل الجزء ده، يعني اللي هو ايه، لانه بيبقى فيه مش عارف المحكمة، القضاء الفرنسي، مش عارف ايه، والقضاء الايطالي، يعني احنا ما احنا في مصر، يعني انا ما هروح للقاضي اقول له والله القضاء الفرنسي قال ده يقول عليا الراجل ده فقد قوى العقلية. فعشان كده بحب يعني في الفيديوهات دي انا بحاول ان انا ايه استخلص لحضراتكم المعلومة اللي تفيدكم في العمل. واذا كنتم من يعني غير دارسين القانون ولكن محبين للثقافة القانونية الجنائية، يعني اذا كنت حضرتك مهندس، مدرس، طبيب بتاع، ببسطها لك بعيدا عن الجدل الفقهي واذا كنت محامي برضه ببسطها لك، اذا كنت يعني محامي شاب يعني، اما اذا كنت زميل فادينا بنتناقش مع بعض. فهنا اول حاجة بتخلي جريمة السرقة كجنحة عقوبتها تزيد ايه؟ السرقة في مكان مسكون او معد للسكنة او محل عبادة. يعني ايه الثلاثة دول؟ مسكون، مكان مسكون واضح، شقة مسكون مش مكان مسكون، فيلا مكان مسكون، مكان مسكون، تمام. طيب، أو معد للسكن، يعني شقة بس أصحابها مش موجودين، مش موجودين فيها لسبب أو لآخر، لأنه هم مثلا مسافرين، أو لأنه الشقة دي حاطط شطة، يعني معد للسكن، تمام. أو محل عبادة، يعني مسجد، كنيسة، حاجة زي كده، تمام؟ وطبعا بيسري على هذا الأمر الملحقات بتاعة المكان، يعني مثلا ربنا يوعدنا وإياكم في فلل طبعا بجنينة، وقصور بجنينة، وحاجات كده يعني، تمام؟ فالملحقات زي الجنينة بتاعت الفيلا، الجنينة بتاعت القصر، تمام. برضو دي سرقتها ينطبق عليها، لأن هي إيه من الملحقات، الأماكن اللي هي أماكن السكنة أو المعدة للسكنة. الحاجة التانية اللي هي بتزود العقوبة، تزود العقوبة، يبقى دي أول حاجة اتكلمنا عليها، ما بتغيرش وصف الجنحة، الجنحة قاعدة زي ما هي جنحة، ولكن بتشدد العقوبة فيها، إنه الجريمة تقع على مكان مسكون، مسكون ببني آدمين، يعني مش مسكون بعفاريت، تمام؟ إما مكان مسكون أو معد للسكنة أو دار من دور العبادة. هنشوف إن شاء الله بإذن الله تعالى في الفيديوهات القادمة الظروف أخرى بتخلي الجنحة تفضل زي ما هي، الوصف بتاعها جنحة، ولكن العقوبة بتاعتها بتزيد، تبقى عقوبة مغلظة ومشددة. وإن شاء الله تعالى إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.